برسبك قبلك صاحب دكتور أحمد محمد حاشا يا مانتا سر رسمي حلل كوكو الوريجي حقيه هراي فلنت الدولة هوسي دقمة الشيخ مدان علي أحمد حاج عبد الله ومدقص من لباتن صن حل كاسيها يي يسود أكل حقيها عصب دوان وصمق عبي وسير كارمها قدها دلك الجمهورية سوماليلاند مدان محمد عبد الرساق عبد الله جولد إنه نقضى حقيها فلنت الدولة هوسي دقمة الشيخ وحانا كسو قيب قلي مسؤوليون وغه الرئيو ماير كا دقمة الشيخ يسيدو كلاه ماير كا مجالة بربرة يحرنت قبل كساحل حلبانة دا قلاها ديگان كا دقمة الشيخ يسيدو كلاه حلبانة كترسان حلبانة دا قلاها ديگان كا مجالة برع يحرنت قبل كتقدر عقال وحقرد بشدة قيبه إذا كلا دوان يسيدو كلا حلبانة كسعودي أقولها وكيلة دلك لكي وقررنا وحال كاسي كهالي ماير كدقمة الشيخ مدانة إسماعيل حسين علي وحانا هذي الذي سي كمدها يا دمان مستشرات قصوة قيد قشي حفلة الحلو رجلتا يا نوساك كوكا لو رجل ما دي الله يكبيبو الحوغاليه يهوري الحوغاليها عصوب ساك حلو كلك لو رجل قلتي وحا لأن دريسنا هاي إن ساق وفي كوريجين يحول هاي بعدايا حول هاي ده سوش خي سكان ما يك وتمنا شو صامري حول هاي هي بقول ترى ترى حول هاي سدل كا أهنا مورن كنا وحول هاي تي وحول هاي حول هاي كا وده بعدايا علي أحمد عاشي عبد الله إن شاء الله تعالى كلي عندنا هل كل نجح ونجح ويا إن شاء الله مرجع منو هنا يا مستقبل بنو هنيا قف عن تويت سلو الدينو أي نو هنيا سلام كبعدي حلو ريتشنتن إن أو علي حقيقي ورا على حاج عبد الله وحن كم ذا ها مركي الصوم مع عابي حقيقها يقدومي حلقاس وها عبد حسن عطاله دو دو سلو صوم مع عابي وصاحب مع عابي مدحويني محمد الحاشمان قال وحي هلكن واحد وحي كجيره حافظه حافظي دليردي مركا كلا رتي بان ها ددكي مركا سو مغاوي او مدو سدو سدو لغا جوغو الى انت يا الى يمانتا وحن علي وانو جوغني وحو لو سو شقيي 9 ماير علي ميلو كدونبا نكي كليا تي لغا تيسن جيري بوها الهي وحن اوغا برينا مسؤولية أدهيسي أن قبنه إن السيدي أي حد من دعوة صباحي إن إلهي يفتح ميسان كحسنات إن إلهي كوجود له لما تدوينها تجمع الشيء خارج ماذا وكم رخات فريان يعني. مال هلكن مال بركة سما خير قبتنا الله كوجي مسؤولية دو سيدة دبوا إسبدل حقيها عصب عبد الساق عبد الله جولد وين دليراه كم دليرة تجمع الشيخ أقويهنا كنتي دجمدة حقوقال وح ما هقف صمد الله كني دجمدة وحوي وقف هالشيخ وحوله كستبوك استجنا وحن في شيءنا وحقبت كاي هرمر كا دجمدة كالسعودة إنه هالك كسي أم بقى هذا دونه حقوقي هراء علي حاج عبد الله أحمد أو مدرسة سنة نسوي سوى شقينا إني runtii waxa lagu xasuusan doonaa waa aragnimo akhlaaq fiican karti taariikhdu ka soo shaqeynay digmada ay la sheegayo halkan waa ka aragteen waxaan leeyahay horta Ilaahay subxaanahu wa ta'ala tacabu gashaday qaranka Soomaaliland iyo digmada Sheekhba Ilaahay meel khayr leh geeyo aan kala tilmaamaya aan xogayaha cusub isna soo dhaweynayna keyay aad iyo aad buu amaanay annaguna haddaanu nahay odayaashii dhaqanka haddii aanu nahay annaguna aad ayaan u salaamaynaa aad baan u baarigaynaa runtii waa nin waxqabad badan ka soo qabtay degmada sheekh aad uga soo qabtay in badan buu ka soo ahaa waa loo qirayaa waa la wada qirayaa inuu ninkaasi xoog haye cadaalada uu ahaa waxaa halkan laga sheegay inuu guri kiraa ku jira ayaa halkaa laga sheegay waxa ay ku tusaysaa inuu dalka iyo dadka wuxu qabanayay bay ku tusaysaa aanu waxba ka qabsanaa waxba lagu tilmaamin isaga ariga saaxilba ka kooban
سلام دبدد ورتا ماشي واحد نوني محل وريتين تاريخ يضا يسقرتا علي فصل بالكوري يو عبد عرتن يو انا حبسيه تاريخ يضا يسقريسا ما دفرتو تاريخ وها هلكان لغا شيغا باق با لغا اركي دونا ورتا واحد لاي علي يو واجب كاغي واد غدتي dalka iyo dadka aad ku lahayd laakiin kana ku abaal gudaya abaalka dhulka celiya bulshada celisa kuma dafirayo dhulku taa taasan leeyahay in aan ka maanta xilka loo wareejinayo waa inaan dhalinyaro ah waan isla shaqeynay waliba xisbigi wadani baan isla ahayn waan isla dabaal degnay waa inaan aad u fiican laakiin waa inaan dhalinyaro ah waxaan isaga si gaar ah ula dardaarmaya dhageysiga badi wada matale een taariikhda waa la sheegay xogaya ummada soo dhanbaana oo marxaati kacday qofkana waxa sheegay wanaagiisa bulshada uu la soo shaqeynay muddo 22 sanadooda inuu maanta waxa marxaati kaga aan lagu suntaynin hanti qaran meel lay lagaga tilmaamo aan ku hayo qofkii aleena soo qalinna amar allah da ayo dumaha inta soo joojo go'yo ku soo celiye imi kala de kumba ku dhacay inta iyo weeyay baka aaday amaan kumba bariska ma kala qoma kala waxa halkaasii iyaguna ka hadlay xogayihii hore ee filinta dawladda hoose ee degmada Sheekh Mudane Cali Axmed Haaji Cabdullaah iyo sidoo kale xogayaha cusub ee xilka la wareegay Cabdirasaaq Cabdullaah Guuleed iyadoo ugu dambeena halkaasii uu xilalka ugu kala wareejiyay barasaabka gobolka Saaxiib Dr. Axmed Maxamed Haashi kana hadlay isaga iyo sidoo kale maayirka degmada Berbera Cabdishakuur Maxamed Xasan Cidin waxaana hadaladoodii kamid ahaa kasoo kasoo qayb gashay xaflada waan idin salaamayaan oo leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh aan maanta waxaan xilka u kala wareejinaynaa labada xogaye xogayaha cusub iyo xogaye Cali xogayihii hore ee degmada Sheekh oo runtii sida aad halkan ka sheegteen ama aan ognahay ba ahaa ruug cadaadi waqti dheer soo shaqeynayay sidoo u shaqeynayna idinku ba halka ka wada qirteen anaguna xukuumad ahaan aan ognahay aanu qirsanahay dhinaca golaha deegaanka iyo maayirka iyo hatay tahay xogayaa cusub waxa weeye maadaama uu ahaa ajaladii inta faraha badan soo wareejinayay degmada imkana talidiisa iyo tusaalihiisa loogana maarmi maayo anaguna waan kala warhaynaynaa sidaas uu ku ahaanayaa hadii la hayra ha عبد الكريم عيسى عبد الله استجي تلفيشك عالم جاي عودك بارق واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سماح ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط
waxaan ku shubtay xil ma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa